هي مانا حرب رح تنتصر بنهايتها، مثل ما قلت لك من قبل، شوفها من وين ما بدك تشوفها. رح تحترق روحي هلأ ولا بعدين؟ صدقيني مو بس روحك، بس ما في أهمية للمشاعر هلأ. في معك حق، الوضع رح يتلخبط أكتر من أول. عن جد معك حق، إذا استسلمت هلأ فرح يكون أبي على حق. ما رح أعملها، ما رح خليه ينبسط. يعني ما رح تروحي؟ ممتاز، رجاء خلينا مرتبطين بأسباب هالزواج، نحن الاثنين. ماشي، ليلة مبارح ما رح تتكرر أبدا، بوعدك بهالشي. ها وهي اجت الكهرباء وأخيرا. اجت الكهرباء. شو شغلت المولدة ولا اجت الكهرباء؟ لا اجت الكهرباء، المولدة عطلانة والرجال عم يصلحها. ايه كتير منيح. شو شوب؟ استني استني، لا تشلحي لهذا هلا، خليكي لابستي شوي بس. ليش؟ لا تشلحي، بلكي رجعوا يقطعوا الكهرباء لنشوف شو الوضع. ما رح يرجعوا يقطعوها، وانا كمان هيك بتمنى شيرين، ان شاء الله ما بيقطعوها مشان نحن ما عاد نبرد. رح زبط لك التدفئة ودفي البيت. ايه شو انتو ما جعتوا؟ لك ايه والله جعنا، يلا خلونا نقوم نحضر شي. تعي شيرين عملنا شي اكلة. سوهان يلا بنتي تعالي عادي جنبي لنتسلى. تعي عادي جنبي هون سوهان، هذا هو مكانك هون. ليش هالوش الحلو زعلان؟ يلا احكي لي. ماني زعلانة، صدقيني حبيبتي انا ماني زعلانة من حدا بالمرة. يا خانم شو رأيك نروح ونبدل تيابنا هلأ؟ ايه والله تعالي لحتى نبدلهم، حاسستهم مثل تياب الشحادين. سمعتوا هالصوت؟ لك المي جت كمان. انا رايحة على غرفتي لحتى بدل تيابي. بس انا ما رح اقدر ضل هون مشان اكل. اها وليش؟ لازم روح شوف اخي رفعت شو صار معه، وبانه لهلأ لحالة بالمخفر، وبدي اطلع جهز اغراضي لانه بجوز بكرة يطلبوني بالقصر العدلي. معناتها خليني انا يلي وصلك. ما في داعي، خليك هون مع الصبايا انت ودرلي بالك منيح عليك. الله يسامحك، نحن كتار هون ومندبر امورنا، انتو لا تقلقوا تيسروا. طيب واذا طالت شغلتنا منحل موضوع المولدة كمان. يلا روح. يلا سلام. حاكيكي. ايه طيب يلا انتو بلشوا، انا رح روح فيق تحسين. لا تروحي هلأ قلعني، عم يقول انه مو جاي. الله يلعنه هذا الحقير جسور، من لما إجا ما شفنا يوم حلو. صحتين وهنا، أنا رح شوف بابا.
انت لا تجوعي حالك، كلي مشان البيبي. ايه شو صار معك بالدعوة اللي قدمتها الممرضة جوليا؟ امي رح تفتح ادانيها وتخبرنا. الموضوع شاغل بالي كتير، بس نعرف شي رح نخبرك. شكرا لكم. رفعت رح يضل هون وبكره رح يتحول على المحكمة، وهلا عم يحققوا مع جسور. ايه طيب، رح يخلوه عندهم شي؟ ما بعرف، بس هو هلا جوا مع الاستاذ بانو، فاتوا مشان الافادة من شي ساعة. فهمت. طيب اللي كمان استدعوا شي بولانت او اي حدا من جماعته؟ انا حسب معلوماتي ما جابوا سيرته ابدا. يلا روقي شوي، هلا بتجي سوها. ايه طيب، برجع بحكي معك بعدين. طيب ماشي. انا اجيت. رفعت انت منيح؟ بتحب اني اجيب لك اكل او اي شيء تشربه؟ شكرا يا كمال، اذا احتجت اي شيء رح اقول لك. عفوا عن اذنك شوي. رفعت تحمل هاي الليله وبكره الصبح رح يطالعوك. المهم عندي انه هالواطي تحسين ياخد جزاته، ولو انسجنت وقتها رح كون مرتاح. جسور لو سمحت تعال دقيقة. بعتذر، لازم روح يا أخي، شوفك بعدين. حلو، كم مرة صرتي شايفة هذا الفيديو؟ 1590، لا 93. شش، ايه خلونا نشوف بقى. لا مو معقول، شو مبين انه شقي. كان كمال يضل معصب وقت اللي كان صغير. يسلم لقلبي قديش حلو ومجذب. وهي سوهان كمان. وقفوا. كأنه هاللوحة، هاللوحة أحس إنه بتخصني. كيف يعني بتخصك؟ شو كان لابق لك فستان العرس شيرين؟ شوفي عيوني كيف صاروا من البكاء. طبعاً. شو أنت نسيتي شو خلص. صار؟ خلص لا تفتحوا هي السيرة. لحظة، تذكرت. ايه والله كل ما يجيبوا هي السيره برجع ببكي. ولك لا، طلعي اجا اخي جسور. جسور يعني معقول انه تكون نفس اللوحه اللي بعرفها؟ يا الله لمين كانت؟ انا ما عم بتذكر. وهذا الزلمه هو حماي. كانه عم تحكي عن شيء تاني. تمام، وهون قلنا انه موافقين، ومن وقتها صرنا أحلى عرسان بالدنيا، وحياتنا مليانة حب وسعادة. شو فوغان خانم، حبيت العرس؟ شو؟ طبعا أحلى عروس حبيبتي. Thank you.
مرحبا يا أخي. ليك أنا اشتريت شوية فطاير وعصير للشباب يلي جوا. وأخي رفعت موجود معهم وأكيد بيكونوا جوعانين هلأ. إيه؟ لو سمحت ممكن تعطيهم طيب. ياهن وهن بتصرفوا فيهم وبيوزعوهم بيناتهم. شكرا. العفو. شوفي جسور. ايه جسور، كيفك؟ كل امورك تمام؟ ايه كنت عم اركض. ايه كتير منيح. رح تجي؟ انتو بالقصر العدلي؟ ايه. شو انتي رح تجي؟ ما بعرف. ليكي ما في داعي. انا يمكن روح مع اخي كورهان. طيب يلا منحكي بس ارجع على البيت المساء. ايه ماشي بشوفك. برأيي خليكي جنبه هلأ، بلا كبر راس وحطي لي عنادك على جنب، مو وقته هلأ. مستحيل انه نازلي تنساكي. ايه طبعا جسور، واضح انه نازلي بتحبك كتير. ايه
بس محتارة ومو عارفانة وين بدها تعيش، وهلأ صارت مشردة مثلي. بس أنت معروف وين بدك تعيشي. إيه صح، بس حاليا. المرافعة الأولى ب16 شباط. صحيح، يعني بعد يومين من عيد ميلادك. أنا ما رح كون هون. ليش؟ لأنه في عندي رفيقة صار لها زمان بالبرازيل جاية لعندي، وضروري كتير إني شوفها. يعني بفهم منك إنك رح تقضي عيد الحب وعيد ميلادك بدوني، مو هيك قصدك؟ جسور، أنا بحياتي ما احتفلت بعيد الحب، وعيد ميلادي كل سنة هو عبارة عن عشاء مع عيلتي. ولهذا السبب أنت رح تهربي؟ لا، أنا ماني هربانة، بس وجود رفيقتي غير لي مخططاتي. بس نحنا كنا بدنا نحتفل فيكي بالبيت. شكراً كتير. المفروض هلأ أني زبط أموري قبل تاريخ 14 شباط، لأنه أنا لازم أفضل رفيقتي طول الوقت. طيب، وأنا جاهز لأي مساعدة. سلام. مع بعض صحتنا منيحة لنحتفل كلنا سوا. شعلة النار اللي عم تستناها أخي. خير، شوفي في اغراض بصندوق السياره، نزلهم. We'll be right back.
خير. لا تكون مضيع طريقك. أنا جاي أشرب قهوة عندكم. عم تحكي عن جد بابا؟ ليش عم تطلعوا فيني مثل الأرنب اللي حصروا الصياد وحط البارود بعيونه بدل ما تقولوا لي تفضل؟ ما فيك تفوت لأنه أمي قاعدة. أصلاً أنا ماني جاي أشوف أمك، أنا جاي حاكي بنتي. لو سمحت بلا مشاكل. سوهان مين إجا لعنا؟ أبوكي إجا لحتى يزورك يا عمي. ذوقان خلمتها. خير شوفي شبه أمي القصة خديها شيرين. استاذ ليش واقف عندك؟ تفضل فوت مو حلوة بحقنا. رفضوا يستقبلوني. معقولة يرفضوا يستقبلوك؟ لو سمحت تفضل فوت، أنا اسمي فوغان. تشرفت فيكي. أنا برأيي خلينا نروح نشرب قهوتنا مع بعض بالشركة. ايه أحسن. لا عيب يا ولاد شو هالحكي هاد. آسفة استاذ تفضل فوت لجوا تفضل. هن لسه مو مستعدين لزيارتي فيغان خانوم. فوغان. عفوا فوغان. يلا أمي فوتي مع شيرين القصة عندي. تفضل استاذ معقول تضلك واقف هيك؟ ما رح أخذ من وقتكم كتير. تفضل استاذ يا ميت أهلا وسهلا شرفتنا. انتبه على حكيك يا أما رح ندمك. تفضل شو جايب معك؟ أعطيني. استنى أعطيني يا هاي أعطيني. إذا وصلت بتخرب الدنيا. هات. تركت الفاتورة فوق. دورنا بالسيارة وما لقينا شيء. هلأ خلونا نحكي بواقعية ونحط النقط على الحروف، وبعدين كل واحد منا بيقرر اللي بده إياه. أنا شايف الكنوز تعلقت على الحيطان. ما فهمت. هاد مكان الأصلي. أساساً حيطان قصرك مانا قوية لا تحمل هيك لوحات. شو قصته لهالزلمة؟ ليش اجيت بابا؟ لأنه كان الخطر عم بيقرب شوي شوي من باب بيته. لما استبعدوا مدير الأمن ورئيس البلدية والنائب العام من مناصبهم واحد ورا الثاني، خاف على حاله كتير. أنا لما جيت كان في بالي شي واحد، إني أقول لبنتي اشتقت لك كتير. و14 شباط على الأبواب وحابب احتفل فيكي سوهان. يا ترى في شي طريقة لننهي هذا الموضوع وننهي هالمهزلة اللي بيناتنا؟ إذا بدك تنهي هاي الحرب لازم تعترف بكل شي. أنت أهم شخص بهي الحرب يلي دايرة، ولازم تفهمي إنه أنت أسيرة بهذا البيت مو أكتر. هذا صار بيتي يا بابا.
برغبتي وإرادتي. بس أنا مو مصدق أبداً أنكم بتحبوا بعض بنوب. ونحن ما لنا مضطرين أبداً نورجي إنه نحن منحب بعض إلك أو لغيرك يا تحسين كورلوداك. أنا كمان ماني مصدق إنه تجوزك بشكل رسمي يا بنتي. لو سمحت امشي. هاي الحرب رح تخسر الكل، وانتي اكتر حدا رح يخسر وينجرح. إذا هالزلمة بيحبك عن جد، إذا كان صادق، لازم يثبت لك هالشي، ولازم ينسى حقده كرمالك. ما لقيت شي بالسيارة.